كوكو حبيبي. معلومات عن ببغاء الأمازون. ما هي أنواع الأمازون؟ وما هو سعره؟ وكيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى؟ وما هو موسم تزاوج الأمازون؟ وكم تضع أنثى الأمازون من البيض؟ وكم ترقد على البيض؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ببغاء الأمازون هو من الببغاوات متوسطة الحجم، ولكن متى يبلغ ببغاء الأمازون؟ يبلغ ببغاء الأمازون ما بين 4 سنوات إلى 5 سنوات على حسب نوعه. أيمكنك تعليم هذا الببغاء الكلام والتدريب على الحركات والألعاب من عمر 4 أو 5 شهور، ففي هذه المرحلة يبلغ هذا الببغاء مرحلة النضوج. مرحلة النضوج أي مرحلة التعليم والإدراك للتدريب. أما مرحلة البلوغ فيبلغ ما بين 3 أو 4 سنوات إلى 5 سنوات. ولكن ما هو موسم تزاوج هذا الببغاء؟ يتزاوج هذا الببغاء في شهر إبريل إلى شهر مايو، وقد يبيض في الربيع من شهر 3 إلى شهر 5. ويجب أن نعلم أن الببغاوات في الأسر لا تلتزم بموسم التزاوج، فقد يبيض في الخريف وقد يبيض في الربيع. كم تضع أنثى ببغاء الأمازون من البيض؟ تضع الأنثى ما بين 2 إلى 4 بيضات، وترقد عليها لمدة تصل إلى 28 يوما أو 30 يوما بحسب درجة الحرارة. ولكن كيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى؟ يتشابه الذكر مع الأنثى بتشابه كبير جدا، بحيث أنه يصعب عليك أن تفرق بين الذكر والأنثى. ومن أسهل الأمور التي يجب عليك أن تتبعها أن تقوم بتحليل الدي إن إيه الحمض النووي لمعرفة الفرق بين الذكر والأنثى. أما عن سلوك هذا الببغاء، فيعد هذا الببغاء من أحسن الببغاوات، فهو يحب اللعب، إنه مهرج من الدرجة الأولى، إنه يحب اللعب. من عيوب هذا الطائر أنه إذا كان بمفرده وأهمله صاحبه فإنه يصاب بالاكتئاب. ومن عيوب هذا الطائر أن صوته صاخبا وحاد، فهو مزعج، قد يسبب الإزعاج. إذا وضعته في البلكونة فإنه يسبب الإزعاج للجيران، أما إذا وضعته داخل البيت فإنه يكون صاخبا ويكون صوته مزعج بالذات في الصباح الباكر. ببغاء الأمازون والقدرة على الكلام. مما يتميز به ببغاء الأمازون عن غيره من الببغاوات أنه من الببغاوات الممتازة والتي عندها القدرة الفائقة على الكلام، ليس على الكلام فحسب بل على حفظ الجمل. فقد يحفظ ببغاء الأمازون الجمل الطويلة، وقد يحفظ الصورة الكاملة، ويحفظ صورة الفاتحة وصورة الإخلاص. إنه يعادل ببغاء الكاسكو في القدرة على الكلام، بل إن بعض المربين يقولون إن ببغاء الأمازون يتفوق على الكاسكو في الكلام. ذلك أن ببغاء الكاسكو قد يكون خجولا، قد يصاب بالخجل أمام الضيوف فلا يتكلم. أما ببغاء الأمازون فعنده من الشجاعة ما يجعله يتكلم أمام الأغراب وأمام الضيوف، ويحفظ الجمل الكبيرة. أما عن تغذية هذا الببغاء فإنه يأكل مثل باقي أنواع الببغاوات، فهو يأكل الحبوب والمكسرات كما يأكل الفواكه، ويأكل الخضروات، ويأكل الحبوب المستنبتة. إنه ببغاء رائع، كما أنه يعتمد كثيرا على الفواكه والخضروات. فلا تحرمه أخي الكريم من أن تنوع له بين جميع أنواع العناصر الغذائية حتى يستفيد الطائر. أما عن سعر هذا الطائر، فمن عيوب هذا الطائر أنه من الببغاوات مرتفعة الثمن، ويختلف سعره بحسب نوعه. ويصل متوسط سعر ببغاء الأمازون العادي من 600 دولار إلى 1200 دولار، أما الأمازون دبل هيد يصل إلى 3000 دولار. أما عن أنواع الأمازون فأقل الأنواع، ونحن نعلم أن الأمازون يوجد فيه أنواع عديدة وطفرات كثيرة قد تصل إلى 30 طفرة.
ولعل من أشهر الأنواع أورانج وينج، وهو أقل أنواع بابغاء الأمازون. ويعرف هذا البابغاء بأن الجبهة عنده زرقاء والجسم أخضر باهت، ولون منقاره يكون أصفر، ويكون أطراف هذا المنقار سوداء. أما عن سعر أورانج وينج فهو الأرخص وهو الأقل مرتبة في بابغاوات الأمازون، إذ يصل سعر الجوز الشغال إلى 12,000، ويصل الفرخ الصغير إلى 6,000. بابغاء الأمازون أورانج وينج هو الأقل مرتبة، أما بالنسبة لقدرته على الكلام فهو الأضعف مطلقا، فهو لا يستطيع حفظ الجمل الكبيرة كباقي بابغاوات الأمازون، إذ أن قدرته على الكلام محدودة، فهو متكلم بامتياز ولكنه يتكلم بقدرة بسيطة أو بقدرة أدنى بالنسبة لباقي بابغاوات الأمازون التي عندها قدرة عالية على الكلام وعلى حفظ الجمل الطويلة. ولعل أيضا من أشهر الأنواع الموجودة في الوطن العربي الأمازون بلوفرونديت، وهو من البابغاوات الأمازون الممتازة من الدرجة الكبيرة ومن الدرجة الممتازة في بابغاوات الأمازون، وسعر الجوز الشغال قد يصل من 25,000 إلى 30,000، وسعر الفرخ الصغير من بلوفرونديت يصل إلى 12,000. وأهم ما يميز بلوفرونديت عن أورانج المنقار الأسمر، فلو لاحظنا ونظرنا إلى الفيديو سنجد هناك اختلاف في المنقار. فلو لاحظت معي أخي الكريم سترى أن منقار بابغاء الأمازون أورانج وينج نجد أنه أصفر، أما منقار بابغاء بلوفرونديت نجد أنه أسمر، المنقار أسود بالكامل، كما أننا نرى بقعا برتقالية في الذيل وفي الجناح كما هو واضح في الفيديو، ونجد أن الجبهة تكون خضراء، ويكون الرأس تكون الرأس صفراء من الجوانب كما هو واضح في الفيديو. يجب أن تدرك الفرق بين الاثنين حتى لا تقع في فخ الغش والنصب من قبل البائعين. ومن أعلى بابغاوات الأمازون على الإطلاق الدبل بول هيد، هو من أروع البابغاوات كما ترون في سعره وفي جماله. مع متوسط عمر هذا البابغاء فيعد هذا البابغاء من الطيور المعمرة، إذ قد يصل متوسط عمره من 50 إلى 80 عاما. وفي نهاية هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استفدتم بالمعلومات التي قدمناها لكم، وإن كان عند بعضكم بعض الأسئلة فليكتب لنا في التعليق وسوف نرد عليها. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك دعما للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك حبيبي، بوسة 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 بوسة. الله ما بابا بابا.